مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار. لما تيجي ترتبط وتتجوز بنت ناس ولا قدر الله تنفصلوا، ما تنساش انك تمرمطها وراك في المحاكم، ترفع عليها 3 4 قضايا وتلففها وراك دايما. ولما تيجي تشتغل مع حد حاول دايما انك تعسفه وما تقدرش ظروفه وما تقدرش هو عايز ايه ولا بيعمل ايه، وفي الاخر النهايات هتبقى اخلاق. بلاش احرق لكم الفقرة الاولى، تعالوا مع بعض نشوف موضوع الفقرة التانية. بيقولك الالعاب اتعملت علشان نلعبها مع الصحاب، بس للأسف في صحاب لعبوا بينا، والاكل اتعمل علشان ناكله في لمة حلوة وخروجة حلوة برضه مع الصحاب، بس للأسف في صحاب كلوا حقنا علينا. فلما تيجي تصاحب حاول دايما تختار، ولما تفتكر صاحب جدع خليه دايما في دماغك وخليك دايما متواصل معاه. ايوه بالظبط، هو اللي جه في دماغك دلوقتي، حافظ عليه واوعى تبعد عنه عشان صاحب الجدع ما يتعوضش. تعالوا نطلع مع بعض فاصل ونرجع علشان نبدأ الفقرة الاولى مع زمايلي آسر ودعاء. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام كبار. النهاردة موضوع الفقرة موضوع مختلف شوية. خلينا أقول كده، موضوع الفقرة النهاردة أو عنوان الفقرة النهاردة عنوانها خلصت بشياكة. وبكده تكون فقرتنا خلصت. لا يعني ما تتخضوش، فقرتنا لسه مستمرة، بس هنتكلم النهاردة عن البدايات وإمتى بيكون البدايات حلوة قوي، ولكن لو قدر ان هي تنتهي للاسف بتنتهي بشكل مؤسف جدا. مش عارف ليه، هل مثلا بتبقى في وجوه بتبقى بتظهر في الاول وبعد كده وجوه تانية بتظهر في الاخر؟ ده اللي هنعرفه مع سياق الحلقه النهارده. بس خليني النهارده كده ان انا ايه يعني امسي على زميلتي دعاء واقول لها مساء الخير يا دعاء. مساء الخير عليك يا ياسر وكل مشاهدينا، وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. فاكرين كده زمان يعني على الكشاكيل والكراريس بتاعتنا كان بيبقى مكتوب عبارات يمكن كنا ساعات بندقق فيها، لكن دلوقتي يمكن من كتر ما بقينا نسمعها على طول فهي فقدت معناها. زي يعني كده الجار قبل الدار، الرفيق قبل الطريق، واختر خليل قلبك بحكمة فليست كل القلوب بالقلوب تليق. كتير مننا علاقات مستمرة بتحصل ما بيننا وبين الناس، يمكن ممكن تكون يومية أو عابرة أو علاقات بتستمر لسنين. كل واحد فينا بيتفنن ان هو يظهر احسن ما فيه، او حتى حاجات مش موجوده فيه علشان يقدر يبهر او يقنع الشخص اللي قدامه بيه. يعني كده مثال على السريع وبيحصل لنا كل يوم، لو انت نازل او حضرتك نازله بتركبه مواصله او تاكسي، شوف قد ايه الابتسامه العريضه والترحاب منهم من السواقين الصبح. ويا سلام لو حصل خلاف، هل الوش هيفضل نفس الوش ولا هيتغير؟ لو دخلت محل في يوم من الايام واشتريت حاجه، قد كده الترحاب واللف معاك بدون زهق، بس لو جيت ترجع حاجه بيتقلب الوش اعتقد في معظم الاحوال. بس في علاقات بتكون اطول بكتير واعقد من كده وبتستمر سنين وسنين. بس اسوأ انواع العلاقات دي هي اللي بتبقى نهايتها يمكن تكون مهينه شويه او جرحى للطرفين، ممكن بتوصل في بعض الاحيان للاعتداء الجسدي او يمكن ضياع النفس. للاسف يعني ده ممكن نقول مثلا ده وقت كده ايه الاخلاق ما كانتش موجوده، او اللي هو في نفس بدايه العلاقه بتبقى العلاقه اللي هو واحد بيطلع احسن ما عنده. خدوا عندكم مثلا اللي هو اتنين مخطوبين، الخاطب بيطلع نفسه في احسن صوره والمخطوبه بتطلع نفسها في احسن صوره، لكن تعالوا كده يعني ايه نمشي كده العلاقه شويه كده شويه، نلاقي بعد فتره اختلفوا في حاجه صغيره، بيظهر وش تاني مختلف، يجي يقول لها والله اللي هو ايه انت عملتي كذا وانت عملت كذا وانت معرفش ايه، فبتلاقي في خناقات بتظهر وبيظهر وش تاني. تعالوا اقول لكم على حاجه مثال ظريف برضو. تعالوا شوفوا كده اتنين راكبين عربيه في الشارع، عربيتين، واتنين مستواهم شيك جدا، لكن تعالى اللي هو واحد مثلا كسر على التاني او واحد مثلا خبط تاني من ايه من ظهره، بتنزل بتشوف مهازل، اتنين بيطلعوا بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي احنا شايفينه فيه. طب ايه اللي بيخلي يبقى فيه كده وش حلو بيظهر، لكن للاسف مع اي موقف صغير بتلاقي فيه وش تاني للاسف متناقض للوش الاولاني بشكل فظيع جدا؟ ليه بيظهر ده؟ حاجات كتيرة من أسبابها. يمكن قبل ما أحكي أو أقول الأسباب، في موقف حصل كان الاتنين من جيراننا
اختلفوا مع بعض وحصلت مشكلة كبيرة ما بينهم. بس لما جت أحد الجارتين دول يتسألوا ليه سبب الخلاف وانت كنت بتشوفي ايه جوه بيت زميلتك دي او كده، رفضت تماما وقالت انا بحترمها جدا بس حصل خلاف وانا ما بحبش اتكلم عن حد مش موجود. دي النهاية الكويسة. يمكن ده مثال كويس، زي ما في نهايات بتكون الأخلاق فيها ما بتظهرش بشكل كويس، ففي برضو نهايات بتكون يعني كويسة ومحترمة. بس كتير أسباب، يمكن احنا بنرصد الواقع مش بنقول ده صح ولا غلط. الناس بقت بتفتكر إن الصمت في آخر أي علاقة قلة حيلة أو يمكن ضعف أو عدم القدرة على الرد، بس هي مش كده، ده بتكون تربية فعلا. دي بتكون تربية، يعني فعلا اللي متربي تربية صحيحة أو تربية صحية بمعنى أصح، اللي هو بيبقى متعود من صغره ان هو مهما حصل لا يمكن يتنازل عن القيم والاخلاق اللي اتربى عليها مهما حصل، لانه في معاه البيز او الاساس بتاعه سليم. مش في اول لحظه يطلع منه اشكال او يطلع منه اخلاق مختلفه تماما عن اللي طلع فيها في الاول. يعني في مثال كده، اللي هو اتنين كانوا مخطوبين والموضوع كان ماشي بيس جدا وظريف جدا، جات كده العروسة قالت لا خلاص اوكي انا مش عايزة اكمل وانا عايزة افسخ الخطوبة. فكرة ان انا اقول انا عايزة افسخ الخطوبة دي كانت بالنسبة للراجل، كانت بالنسبة اللي هو طعن في كرامته. لا انت ازاي تقولي لي كده؟ لا طب انت بقى يعني انت قلتي لي مش عايزاك، طب خلاص اوكي انا كمان مش هخليك تتجوزي حد تاني. وفعلا ده الكلام ده حصل، خلاها خارجة وراح رمى عليها مية نار. تخيلوا وصلت لفين، وشوهها عشان ما تتجوزش حد تاني غيره. الموضوع بقى صعب جدا. يمكن في ناس بتدي مبررات، ده ان الطرف التاني اكبرني ان انا اعمل كده او رد فعلي يكون كده، انا فضلت ساكت لغايه لما هو تجاوز او اساء بزياده فده اضطريني على الرد، وده برضو مش مبرر. يمكن فكرتني يا ياسر يعني كان احد مقالات الكاتب الجميل عمرو منتصر، كان بيقول كان زمان اهلنا وهم بيربونا كانوا بيقولوا لي لما تيجي تدخل معارك جديده او معارف، تكسب معارف جديده او اصدقاء او حتى ارتباط، اختار ولاد الناس. انا ما كنتش ساعتها، ده على كلامه يعني، مش فاهم يعني ايه ولاد الناس. هل اللي معاهم فلوس ولا اللي معاهم سلطه ولا اللي مستواهم الثقافي عالي؟ ولكن لما كبرت عرفت ان ولاد الناس هم يعني خليط كده من الادب والاحترام، ناس محترمه يعني، اللي بيدخلوا اي علاقه بيدخلوها بالشياكه ولما بيخرجوا منها برضو بيخرجوا بالشياكه، يعني يحفظوا السر، ما يمسكوش زله، يعني اقصى حاجه ممكن يعملوها ولاد الناس ان هم يبعدوا مع السكوت التام علشان ولا يأذوا ولا يتأذوا. يعني في مثال ظريف زي ما بتقول دعاء كده، يعني مثال ايجابي، خلينا نقول مثال ايجابي. هو فنان امريكي كان عايش قصة حب قوي مع مراته وقعدوا مع بعض كتير قوي، ولكن خلاص قرروا ان هم ينفصلوا، وفعلا هو احترم رغبتها جدا وكان ما بينهم ولاد، لكن خلاص اوكي. بس هو كان دايما بيتصل بيها ويطمن عليها. هي جت في فترة وجت لها أزمة صحية، هو تكفل بمصاريفها طول فترة علاجها، ما قالش بقى دي طليقتي أو دي قالت لا دي رفضتني فجرحتني فأنا معرفهاش، لا هو عمل حساب للعشرة وعمل حساب إن في ولاد ما بينهم، وعمل حساب الولاد دول لما يكبروا بعد كده هيقولوا إيه على أبوهم، وهيقولوا آه ده فعلا ده ما سابش مامتنا أو ما سابش والدتنا وقت ما كانت في أزمة، فضل معاها. زي ما في مثال سلبي، في أمثلة برضو إيجابية. فعلا في كتير إيجابية. وأنا حصل لي موقف في يوم من الأيام إن أنا كنت على صديقة اخترتها بعد يمكن سنين طويلة، وحصل اختلاف بيننا شديد، يعني اختلاف رأي كبير جدا، وفضلنا ان احنا نبعد. وبعد البعد كان كل حد بيتسأل فينا عن ليه علاقته كده او اسرار التاني كانت ايه، فكلنا انا وهي كنا بنسكت، وده كان بيوصل لنا يعني انقطاع العلاقة ما يعنيش انقطاع الود، ولكن ممكن اختلاف في الاراء او اختلاف وجهات النظر او حتى عيوبنا مش قادرين نستحملها، ده لو اتنين مرتبطين مع بعض. دايما بيقولوا كده اللي هو وقت الفراق بتبان معادن الناس ومعادن الاخلاق. يعني اخر حاجه او يعني مثال اخير كده قبل ما اختم، يعني انا شفت منظر فعلا رعبني فعلا. اتنين منفصلين وكانوا اللي هو كانوا في وقت للرؤيه لاطفالهم. اوكي الست جايه ومعاها يعني حبل عشان ابنها ما يتخطفش منها.
يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة، اللي هو خلي دايما لو أنت بديت علاقة، أي علاقة، علاقة شغل، علاقة جواز، أنت بينت الشكل الحلو بتاعك، حصل حاجة حاول برضو تختمها بشياكة، اوعى تختمها بشكل سيء، سيب ذكرى حلوة عند اللي قدامك حتى لو ما كملتش معاه. ودي كانت فقرتنا النهاردة مع يعني نهاية الأخلاق، وخلينا أقولها، خلينا أقول إيه كده، نختمها بشياكة، وأشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة مع كده فقرتنا اللي جاية مع سارة ومع حازم. شكرا ليكم.